حابه اعرف عنه يعني حتى لو بالكلام. اخي توفى من سنتين بحادث سياره. بتعرفي انا من يومها بحس حالي شخص مو طبيعي. مش عامي الزمن ابدا ما بينسي، بالعكس انا كل يوم بتذكره اكثر واكثر. مشتاق لضحكته، للتفاصيل اللي كانت بيني وبينه. انا اسفه ما كان بدي ازعجك. ولا يهمك شامي، اصلا انا ما نسيته ولا لحظه. من حق اي شخص غالي على قلبنا انه ما ننساه، بس بنفس الوقت روحه رح تكون مرتاحة إذا بنبتسم لما بنتذكره، مو العكس. شامي، أنت الشخص الوحيد اللي ما بخجل أبكي قدامه. قال لي يا منصور أنا بدي ضل عايش طول العمر بالبيت. ها يا ريت ضل عايش متجوز هون. أصعب إحساس بالدنيا هو نفقد الناس اللي منحبها، إحساس مر وبشع. كنت بعرف انه في نسوان ممكن يشربوا عرق. دائما الحياه بتفاجئنا. ايه بس شو خطر لك؟ كاس ورا كاس مشي الحال. بس شوفك عم تشربي بخاف. بصير اقول لحالي شو رح يصير فيني بعد الطلاق؟ انا بحياتي ما تخيلت يصير فيني هيك. كانت كل احلامي بسيطه وما بدا كل هالتعقيد يلي وصلت له. هيك الحياة.